بس اقول لك ربع ساعه لين ما تدش جيم. لا ما ادخل الحين على طول. اقول لك رمضان الكل اوفروتش. ليش؟ والله العظيم ما ادري. ما تلعب اوفروتش؟ سؤال ما يفهم يا عبد الكور عبد الراس غبي. الحين يلعب اوفروتش؟ ايه. كم عمره الحين؟ الزبال يعني. الوقت يداهمهم، يجب عليهم نقل الكرة إلى الأمام بشكل. ياااااي لحظ ما ادري ليش ما تقدم خلاص ما نقدم والله والله العظيم نقدم دشيت انا اشوف في هالمنطقه صح جابي السداوي فاز كاس العالم قلت خفت انه خلاص الحارس ياخذها تقدر تسوي يسمونه شيء عشان تقدم لعيبتك ترفع زقير هاي الثاني على فوق او على تحت الثاني زين الدفاع قدم اداء كبيرا هذا اليوم العب منك المهاجم هذا فريق المنافس بس تعرف انا فت عليه دقيقه 91 الرغبه الهائله في بس بالجو قدم ممتع لان الاجواء رائعه بشكل عام الطقس جميل اجواء رائعه في المدرجات سماء صافيه كل شيء مثالي بقي لما يمكن ان يحدث على ارضيه الملعب على العرش ومطالب اللاعبين باظهار امكانياتهم تسديده من اول من مصفق ها طيب حسبالي تقول لي انا اللي بتصفق لا قلت حق لاعبك اها اليوم نشوف الكورة المرمى واحدة تقريبا بدون مساندة حقيقية من زملائه لمسة بينية تسديدة في اتجاه المرمى تلعب بس خذها مني ببساطة هذه كرة لا تصد ولا ترد عندما نقول هداف بالفطرة ما في حد برا؟ من؟ ما ادري ما ليش في حد برا عيلة قال تروح تشوف من برا في يعني ما ادري من يقول روح تشوف جبت في سكاف بابوقا من لا 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 عندك سكاف بابوقا يا سلام يا ربي بس كل يسجل جول واحد بس جول واحد يلا روح قدام اللاعب شو تسوي؟ هاي لاعب باص كبو 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 فراولة يلا علي واحد يا لذيذ يا لذيذ عافا طعمه فانيليا على فراولة على بيض على بيض؟ ايه بتروح مكان ثاني مام يا اخي ها؟ ريحتك مخلل وينك مخلل؟ رحت اطر يا كلب يلا يلا رشود رشود يا رب 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 يا تعلم يا رب يا رب يا رب يا رب يا ريال يا رب يا تعلم يا رب يا تعلم ثمانين ريال قاعد اعلمك هاي الدرس بسرعة درس هاي لازم تسجل بسرعة ثمانين ريال شيء خليس معاك؟ لا لا بس برهوم بس برهوم ما بقول شغل بسرعة ما شفت عندك الشيء الصعب في هذا اليوم الضغط هذه فرصة خطيرة سننتظر يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخاص فالكاو كورة كورة لا يمكن أن تضيع انت سمعت رايح وراجع بس ما قصدتك انك تجي لحالك
فاروق اصلا الجوال هو اللي قال لي يجيب سياره فرويد. هو يقول لي يجيب سياره ويفرك له شقه. والله والله سوى سلايدر على نفسه. لو ما سويت سلايد كنت حجز له. هو اصلا نقز من فوق. اي لو ما سويت سلايد كان حجزت احسن. سلام سود سود كاب سريع والله. هاي هو معلش طلعت انا اسمه سريع. اي انا صايم من يسار. كرة طولية في الخدمة اللي تعطون عمان. وهكذا نصل وإياكم إلى نهاية المباراة. يجي هاد يجي مختار لك أنا اشتمونه. جهد كبير مباراة طيبة من كلا الفريقين. نتم توب. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في كل مكان. كل سجل هاتريك زي كل والله كل كم عمره مو صغير والله. هو انت اخ والله كنت ابي حق ايش يسمونه هاي سانتوس. كنت خبي كنت اسلس ما كنت بلعب له والله كنت ابي ايه جول جول ايه جول صار خلى 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 عاد خلى تشوف اسلس ولا لا ها؟ انتظر انتظر هاي يبيلها يبيلها عين الصقر هاي خلنا نشوف هاي كنت ابيع حق بندرسور متسلل انطر انطر مو متسلل زنتي زنتي خلنا نتاكد البار ايوه الله ياخذك زنتي اي 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 لا فاشل اي اسطورة؟ اي اسطورة في شنو؟ شنو؟ يا كاس العالم؟ فريقة تعرفون ما هو اسطورة زغل حبيبي اربلوة اضيع شنو؟ يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم ويلعبها الى داخل ال 18 عبروا هذا الاختبار باقل فارق من الاهداف جاهز حق جون ويك 3 الوعيد المفروض هو نزل يعني في امريكا لان الاجواء رائعه بشكل عام طقس جميل اجواء رائعه يقولون لك انطر للعيد كل شيء مثالي بقي ايش كذا كره عندك عشان تشيل فوز زين الجيم الجاي راح احط ان انت لو سنايدر سنايدر وافا بوم خلصت تقدم الحارس اعرف اني ما فوز ويسجلون الهدف الافتتاحي حارس لازم عشان يسكر جوارديولا الكره ملعوبه من مسافه مع جوارديولا يستعيدها ويزاو غلطان ماشيت والله انك غلطان غبي فاز برابوس ليش تفاز تبي حقيته شنو هذا؟ شنو مدافعك الغبي؟ واقف شيء. قلت ما توقعته الصراحة، قلت بتطيرها. فوز. الموت. شو سوينا؟ الكرة ملعوبة إلى الجول. فاز. الأمر كبير جدا في نفسية اللاعب.